مع اقتراب فصل الشتاء تتفاقم معاناة أبناء محافظة الأنبار بسبب المشاريع المتلكئة، فلا شوارع معبدة ولا بنى تحتية، والمواطن وحده المتضرر. أما مجلس المحافظة فيدافع عن المشاريع التي لازالت قيد الإنشاء ويعد بإتمامها سريعا، لكن متى؟ من خلالكم نوجه خطابنا إلى السيد محافظ الأنبار وأعضاء المجالس المحلية في سبيل إنقاذ هذه المحافظة. يعني اليوم احنا أغلب شوارع المحافظة لحد الآن ما عبدت، لحد الآن بدأ الشغل حملة الإعمار بها متأخرة. يعني إذا أجى الشتاء على هذه المحافظة راح تصير طامة كبرى، تغرق أغلب المحافظة، تغرق أغلب شوارع المحافظة. ودليل على ذلك هذه المجاري الآن، يعني نمشي في شوارع المحافظة أغلب المجاري دايسة، يعني متخسفة، دلالة على أنه بعض الأشغال في هذه المحافظة لم تكن على ما مرسوم لها من قبل المهندسين. السنة هذه الشوارع الرمادي وهذه يعني الطرق كلها ما يعني ما بيها عمل مستمر، ما مبلطة، المجاري مو بشكل صحيح، وهاي احنا مقبلين على يعني فصل الشتاء والأمطار وهذه هالعالم وهذه التجاوزات اللي بالشوارع. نأمل انه من المحافظة انه تقدم تشريف تكثف العمل قبل موسم الأمطار. الأهالي قالوا إن مشاريع البنى التحتية تفتقد للرقابة الحكومية. مبلط ومجاري موجودة، بس هي المجاري أخذت تلكؤ بها، المجاري دي يشتغلون على حسابهم، ماكو شركة ولا أكو رقابة ولا أكو مهندس مقيم دي يشتغلوا وياهم، كيف الواحد؟ يعني أكو مجرى موجودة بالشوارع موجودة، مجرى منها هناك يقول لي ألغيه سدة، ليش ألغيه؟ ويتوقع محللون غرق أغلب مدن المحافظة المحررة بعد أول قطرة غيث تنزل من السماء، والسبب يعود لانسداد مصارف المياه بسبب المشاريع التي وعدت المحافظة بإنهائها منذ مدة، لكنها باقية على حالها حتى اللحظة.